مش هاي الرسمة اللي رسمها شوقة على اليوتيوب مرة برمضان بتذكر كان يميتها صايم هيك هيك حسيت كان هيك روح بمناخيره حسيته صايم مش طايق يحكي مع حدا صح ولا لا أرمي عن جد كلامي صح هيك حسيته أرمي بعرف بأنه أكو هواي منكم حزنوا لما نعملنا سحب على ألبوم بي هذا راح إلى الجزائر لأنه الفائزة موجودة بالجزائر لكن هذا الألبوم لسه معي وممكن يكون قريبا لوحدة منكم كل ما عليكم فعله تشاهدوا الحلقة وتشوفوا ما بداخل هذا الألبوم وبنهاية الحلقة تكتبوا لي تعليق تحت بخانة التعليقات إذا حابين نعمل سحب أيضا على هذا الألبوم على مود أشوف ردة فعلكم وتفاعلكم بهذا الفيديو فلازم تنشروه وين ما كان وتتفاعلوا لايك وشير وكومنت بهذا الفيديو وانشروه وين ما كان أوكي؟ يا ربون جاهزين نبدأ؟ Oh my god ألبومين لفرقة BTS ألبوم بي واو أوكي أي واحد لالي هاد ماتوا هذا للفائزة من الجزائر ألف مبروك لإلها وطبعا كتير منكم سألوني عن الشروط لسه أكو هواي جوائز فهاد للفائزة من الجزائر ابعتوا right now أما هذا الألبوم الحين رح نفتحه ونعمل أنبوكسينج لألبوم بي مع الفرقة BTS طبعا هذا ديلوكس إديشن الإصدار الكامل باعوا طبعا وزنه كثير ثقيل باعوا شقد ثقيل ترى مو خفيف يعني أتوقع فيه شغلات كثير بداخله وهم بعد خامته واو شقد متعوب عليه بعدين باعوا بي شعار BTS بي هنا منحوت شغلات موجودة بس يمكن صعب تشوفوها أوكي بسم الله بام برام واو في كثير شغلات جوا أوكي في هذا الدفتر شايفين شوف ما بداخله واو صور BTS جميعهم جيمين كانت حلوة صورته لفتت انتباهي على فكرة كل صورهم حلوة جين واو الوسيم العالمي ايش عم برسمه هون على فكرة بتحسوا دفتر خرابيش هيك بخطوط ايديهم كاتبين كتير شغلات جي هوب جي هوب لا في هاي جي هوب اوكي في دفتر تاني واو واو كم صفحة موجود ايش في كتير متحمس ثواني خلينا نشوف يا رب ما اجيب ام العيد على فكرة استنوا شوي اسمعوا هذا الدفتر ممكن تشيلوا الصور انتو باعوا ممكن تشيلوا الصورة وتلزقوها بأي مكان عندكم بالغرفة بالحياة بالدفتر بأي مكان بتعلقوا الصور فبدي أكون حذر انه ما ينشالوا بإيدي في نسختين في بلاك اند وايت هون بلاك هون وايت هاي النسخة الوايت وهاي نسخة البلاك يعني ممكن تشيلوا انتوا اي صورة بدكم اياها باعوا مش راح اجيب ام العيد هسا لا مش لازم I love black and white جي هوب واو جين شكد طلع كيوت JK Jimin Amazing RM في اشي هون طق
حسيت الصورة ممكن تشيلوها باو، يعني أحاول أشيلها على سبيل المثال. خايف أجيب أم العيد. لا ما بدي أشيلها، خايف كلهم يفرطوا هيك بإيدي. لا 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 ما بدي اصلا عندي احساس من هون لاخر حلقه رح يفوتوا كلهم بايدي، هيك عن جد هيك حاسس. شو قا واو في او ماي جاد، شو قا طالع كيوت هنا. اكو صوره هنا لكل فرقه بي تي اس. يس هذا الجانب الوايت، الجانب البلاك. معقول كلهم بلاك اند وايت؟ اه يا واو واو. اه شايفين هيك وبتشيلوها. بتنشال يعني بكل سهوله بتنشال. هم هيك عاملين يعني الدفتر بالقصد يعني انه ينشال الصور بدون ما ينمزعوا. شايفين كل صورهم واو، كل هاي صور متخيلين. ممكن هيك تشيلوها وتلزقوها باي مكان عندكم. اه فوتو كارد، اي لاف ات. This is the photo card لبي تي اس. جيمين، شوغا، جي هوب، جي كي، البايس مالتي، في، عرفتوا من لون كنبايته وابتسامته على فكره. ارم، جين. اه طبعا هاي لا فيها كود موجود بالداخل. هدول الفوتو كارد انتو بتحطوهم بالمحفظة مالتكم، في شي من ورا مكتوب، كل واحد فيهم كاتب كلمة بي بخط يده. يعني باوعوا مثلا جين، شايفين كاتب كلمة بي بخط يده، هنا جيمين كاتب كلمة بي بخط يده. يعني باوعوا اكو فرق بين هاي البي وهاي البي، يعني كل واحد فيهم كاتب اسم الالبوم بخط يده. اوه اي لاف ات. ايش في كمان؟ واو اه زي برواز. اوكي اوكي بلشت افهم هلا بصراحه، زي برواز. اوه الالبوم. واو اي لاف ات. اسمعوا خامته تخبل. نعمل زي هيك. هدول شنو؟ مش هاي الرسمة اللي رسمها شوغا على اليوتيوب مرة برمضان بتذكر؟ كان يميتها صايم. هيك هيك حسيت، كان هيك روح بمناخيره حسيته صايم مش طايق يحكي مع حدا، وطلع هيك لايف تقريبا شي 3 لايفات وهو قاعد يرسم بهاي اللوحة. صح؟ صح ولا لا ارمي؟ عن جد كلامي صح، هيك حسيته لانه كنا صايمين وشكله كان صايم معنا. بس واو باو شو هاي؟ لا هاي هيك شو حلوين. طيب نختار هاي، نختار هاي. اوكي بدنا نحطها بال لازم اجيب ام العيد بالبرواز like this. واو شو حبيت كديكور بتجنن على فكرة. طالعة صح، خليها هون طالعة كثير حلوة. ايش في اشي هون كمان؟ في كمان اشياء كثير على فكرة. اوه كاتبين اسماء الاغاني بخط يدهم، باوعوا، وكاتبين كلمات الأغاني بخط يدهم هم بعد، باو كله بخط يدهم. أوه. واو I love it. هون كل واحد فيهم كاتب رسالة. آرم شوغا صح؟ هيهم تحت شايفين؟ كل واحد فيهم كاتب رسالة للأرمي. أكو بوستر هنا، هذا البوستر الرئيسي. واو
يا رب امزعه. ادعوا معي يا رب ما ينزع. What? I love it. Really, I love it. Oh my God. Wow. بعدين باعوا شيء قد كبير مو صغير البوستر. شو حبيت؟ مش معقول كل هذا ألبوم؟ كل هذا داخل الألبوم؟ يعني باعوا البوستر، الكلمات الأغاني موجودة بخط يدهم، ورسالة للآرمي هم بعد. هاد اللي بتحطوه بأي مكان عندكم بغرفتكم، كل شيء كيوت على فكرة. I love it. والألبوم باعوا أنتوا الألبوم. هاي الألبوم عن جد كل قلبيم فرقة BTS خرافيين يا جماعة، عم بصدموني ألبوم بعد ألبوم. هلأ الألبوم هاد احنا طبعا ربحنا فائزة من الجزائر، هي اللي ربحت معنا الألبوم، ألف مبروك لإلها. ولسه في عنا هواية جوائز. أتوقع الألبوم اللي بعديه رح يكون لليسا. لليسا واو. فأرمي that's it، هذا هو ألبوم بي مع الفرقة BTS. أتمنى تكونوا استمتعتوا، وترى ممكن هم بعد عفوا آسف لغاية الآن مصاب بالكورونا أنتوا بتعرفوا، ممكن هم بعد هذا الألبوم كمان أعمل مسابقة عليه، مش هسا لقدام، لأنه الألبوم هداك خلص أكو فائزة فازت بالألبوم من الجزائر. وممكن هذا الألبوم هم بعد إذا أنتوا متحمسين كثير تحصلوا على هذا الألبوم اكتبوا لي تحت بالتعليقات إيش رأيكم، وإذا حابين إن نعمل مسابقة على هذا الألبوم أنا جاهز. أوكي يربون سرانجي، إذا استمتعتوا بالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير، وهم بعد كومنت تحت أعطوني رأيكم بالألبوم. Thank you.